أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم روبي أون ريلز. تعلمنا ورأينا في الدرس الماضي كيف نستطيع القيام بإنشاء الموديول وذلك لتحقيق الأغراض والسيرفيسز الخاصة بالكراد Create, Read, Update and Delete وذلك نسبة إلى هذه المتحكمات كما نرى هنا وأيضا الفيوز الموجودة في هذا الفولدر هنا ونراها بمختلف الأشكال ونستطيع القيام بالاستعلام وذلك عن طريق الراوتينج في هذا المكان. تمام. فالآن إذا قلنا مثلا نقوم بالاستعلام عن هذه الراوتينج، إما أن نقوم بذلك بشكل مباشر عندما نقوم هنا بكتابة اسمها غير موجودة هكذا، فنرى هنا الراوتينج التي نستطيع القيام بالاستعلام عنها هكذا، أو أن نقوم مثلا بالاستعلام وذلك باستخدام السي ام دي. فهنا إذا قلنا مثلا قوم بالتسكيل وقلنا ريلز مثلا راوت، فسوف يقوم بإعطاء جميع الراوتس المتاحة بهذا الشكل، ونستطيع القيام باستخدامها نسبة إلى هذه التعليمات، وهنا يقوم بالعرض، وهنا يقوم بالإضافة والإيديت، وذلك نسبة إلى آي دي محدد، وهكذا بالنسبة للبقية. تمام، فمثلا إذا أردنا هنا القيام بالعودة هكذا، طبعا لا ننسى القيام هنا بالتشغيل، فإذا قلنا قوم هنا بتفعيل السيرفر، وقلنا هنا في هذا المكان مثلا قوم بالإضافة نيو بوك، فإذا أردنا مثلا القيام بالإزاحة والتعديل على هذه الديزاين. فهنا عند البوكس في الفورم عندما نقوم باستعراض هذه المعلومات أو في البوك عندما نقوم بجلبها، فإذا قلنا مثلا قم بالتغليف والعرض فهذه تعبر عن الإضافة، فأعتقد النيو هنا، وسوف أقوم مثلا بتغليفها فإذا قلنا ديب هكذا، وهنا قلنا بتسكير وأردنا القيام بإضافة ستايل هكذا مارجن وحافة لتكون مثلا 20 بكسل هكذا لنرى، فنراها بهذا الشكل، ونستطيع القيام بالإضافة والتعديل كيف ما نشاء. وهنا لأنها قلنا بتعيين هذه النستين وهذه أيضا، أما هذه فهي تكست، فنرى كيف نستطيع القيام بالتحكم بحجمها كيف ما نشاء. وهنا لدينا ديت، فمثلا إذا قلنا بالإضافة سكاي، وهنا مثلا ديفيد هي رقم كام، وهنا قمنا بتعيين date هكذا create، فسوف نراها بهذا الشكل. وكما قلنا نستطيع القيام بالتعديل على الديزاين وذلك من هذه النافذة الخاصة مثلا بالview، فإذا قلنا هنا show فنراها بهذا المكان. تمام، لدينا هنا هذا الزر destroy this book كما نراه بهذا الشكل بالإضافة إلى هذه الخيارات، فنستطيع القيام بالتعديل كيفما نشاء. فإما أن نقوم مثلا بالإيديت نستطيع القيام بالتعديل، أو نقول مثلا back to books فلدينا هذه الكتب المتاحة، أو نقول مثلا add new book the limit ليلى أيا كان. فمثلا على سبيل المثال إذا أردنا القيام بالتعديل على هذه الداتابيس وأردنا القيام مثلا بإضافة حقول جديدة، فهنا أولا إذا أردنا القيام بالتعديل على هذه النمبر وبدأ القيام بجعلها text سوف أقوم بجعلها string. للقيام بذلك سوف أقوم بالذهاب إلى الداتابيس والتي نراها في هذا المكان هنا، وسوف نقوم بالتعديل على migrate في هذا الملف، فنرى هنا كيف هي تعبر عن text، ولكن إذا أردنا القيام بالتعبير عنها أنها string، وذلك من أجل القيام بتوليد هذا الscheme، لذلك دعوني مثلا أقوم بحذف هذه في هذا الشكل، أو أستطيع القيام بإبقائها لا مشكلة، ومن ثم سوف نقول هنا قم بالتعديل على هذه، قم بجعلها string، وهنا قم بالتسكير مثلا وأقول على سبيل المثال Rails Database Drop ومن ثم كما قلنا Underscore Unsafe، فسوف يقوم بتوليدها وذلك نسبة لهذه التعليمات. تمام، قام هنا بإسقاطها. بعدها إذا قلنا هنا Rails Migrate سوف يقوم بتوليد هذا السكيم، طبعا هنا نسينا أن نقوم بإضافة Database بهذا الشكل لنرى. تمام، فنرى هنا كيف قام بإنشائها وتوليدها، ونرى هنا هذا السكيم فقام بإنشاء هذا النمبر على أنه string. وإذا أردنا مثلا القيام بالتعديل على مكان الكتابة فينبغي أن نقوم مثلا بالذهاب إلى مكان العرض، فإذا قلنا مثلا من ناحية new فهنا نقوم بالذهاب إلى book أو إلى form، فينبغي القيام بالتعديل على هذه والتي هي number، بدل القيام بجعلها text area سوف نقوم بجعلها text field بهذا الشكل.
نقوم بالتحديد، وإذا قلنا هنا بالتشغيل هكذا لنرى. تمام، فهنا قام بإنشاء داتابيز جديدة. إذا قلنا الاستعلاء نرى كيف لدينا الآن string بهذا الشكل. هذه إحدى الطرق للقيام بالتعديل والإضافة، ولكن ماذا لو أردنا أيضا القيام بإضافة حقل جديد إلى هذه الحقول؟ إما أن نقوم بنفس الطريقة بالإضافة لهذه المايجريت لهذا المكان، ونقوم بعدها بهذه العمليات على CMD كما رأينا سابقا، أو أن نقول مثلا قوم بذلك بطريقة أوتوماتيكية. على سبيل المثال إذا أردنا القيام بإنشاء لون، فهنا نسبة لهذه الكتب سوف أقوم بإنشاء حقل جديد يعبر عن لون هذا الكتاب. فإذا قلنا طبعا هو سوف يكون من نمط السبيل، لذلك سوف نقول هنا layout generate أو G للاختصار، ومن ثم migration هكذا، ومن ثم سوف نقوم بذكر اسم الحقل المراد add the color إلى، وهنا نقوم بذكر اسم التيبل والذي هو book. تمام، من ثم سوف نقول هنا النمط الخاص بهذا الكلام هو string، فسوف يقوم بإنشاء ملف جديد في migrate يحتوي على هذه الإضافة. تمام، فنرى هنا كيف قام بإنشائه، وإذا قلنا الاستعلاء نراه بهذا الشكل. طبعا قلنا هنا بإضافته على أنه book، ولكن هنا قام بإنشائه بصيغة الجمع cooler books، لا مشكلة، قام بتعريفها بهذا الشكل. فهنا إذا قلنا مثلا بعد القيام بالتعديلات، إذا أردنا القيام بالتطبيق وذلك على هذه السكيم، سوف نقول هنا Rails database migrate. لنرى، تمام، فنرى هنا كيف قام بإضافة هذا الحقل على هذا التيبل والذي يحتوي على هذه الصيغة. لنرى هنا في السكيم فنراها بهذا الشكل، قام بالإضافة في هذا المكان، ممتاز. فهنا نرى كيف قام باختصار اسم التيبل وذلك باسم تي كما رأينا في دورة الروبي، وقام هنا بالتطبيق. فإذا أردنا مثلا القيام بالاستعلاء عن هذا الحقل الجديد، سوف نقوم بالذهاب إلى هذه الأمكنة الخاصة بالفيو مثلا عند البوك، وسوف نقوم بعرضها وبعض النمبر مثلا هنا، سوف نقول قوم بإنشاء color والذي يعبر عن color، فهذا الليبل وهنا القيمة، ممتاز. ونرى هنا كيف يقوم بعرضها باستخدام اليسار، من ثم سوف نقوم مثلا بالذهاب للفور من أجل القيام بالإدخال والإضافة، فنقوم بنسخ هذه بعد النمبر كما اتفقنا، وهنا سوف نقول color وهنا أيضا color بهذا الشكل، ممتاز. وقمنا هنا بالتعديل على هذه المكونات، وهنا عند الجيسون سوف نقوم بجلبها بهذا الشكل. فهنا إلى حد ما نرى كيف نستطيع القيام بالتفاعل والتعامل مع هذه المكونات التي تمت إضافتها بطريقة أوتوماتيكية ومع هذه الفايلات المولدة. فمثلا أعتقد الآن أن الجميع أصبح جاهزا، نقوم بالتعامل مع هذه البارشلز التي هي underscore ونقوم هنا بالتعديل. ومثلا إذا قمنا بالاستعلاء على الكنترولر هنا، فأيضا عندما نقوم بالاستدعاء وجلب المعلومات سوف أقوم بجلب الكلام بهذا الشكل. تمام، أعتقد الآن أن جميع المعلومات أصبحت جاهزة ونستطيع القيام بالاستخدام. إذا قلنا هنا قم بالتشغيل لنرى إذا كانت تعمل، وقلنا هنا قم بالذهاب إلى بوكس، لا يوجد إشكالية، هي تعمل. إذا قلنا نيو بوك نرى هنا كيف قام بالإضافة ووضع هذا الكلام. إذا قلنا نيو بلان والأوثر هو سام والنمبر أين يكون، وبالنسبة للكلام لنقول رايك، نقوم بوضع هنا تاريخ معين، نقول create، فنرى هنا كيف قام بإضافته، ممتاز. وإذا قلنا مثلا edit نرى هذه المعلومات موجودة فقام بجلبها من الداتابيس ولا يوجد إشكالية. إذا قلنا back to book أيضا يقوم بعرضها، جيد جدا. إذا قلنا new book مثلا the earth دانيال ومثلا number أين يكون؟ color blue لنرى، فنراه بهذا الشكل، جيد جدا. فنستطيع القيام بالكتابة والتعديل كيفما نشاء. فبهذه الطريقة استعلمنا عن كيفية القيام بالتحكم بهذه الملفات المولدة والقيام بالتعديل عليها وإضافة حقول جديدة، وذلك بمختلف الطرق ومختلف الأشكال. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم
وألقاكم في الدرس التالي. سلام.